اليوم كانت هنالك الجمعية العامة لأممية الوسط الديمقراطية التي حضرها العديد من الرؤساء الوفود بينهم وزراء أولين، وهذه الجمعية العامة تطرقت إلى قضايا مهمة وتهم منطقتنا وبلادنا كالتنديد بالحركات الانفصالية وكذلك التنديد بالدول التي تقوم بأول احتضان وتسليحي وتمويلي هذه الحركات الانتقالية الحركات الانفصالية، وكذلك الحركات التي تهدد السلم في المنطقة وتهدد السلم بالنسبة للدول الإفريقية. من جهة أخرى تم التطرق إلى قضية مهمة المتعلقة بتغيير المقاربة بالنسبة للعلاقات ما بين الشمال والجنوب، والعمل على اعتراف بأن الجنوب فهو جزء من الحل بالنسبة للإشكاليات الكبرى المطروحة على الصعيد الدولي، وهنالك كذلك محاربة الإرهاب، وتم كذلك التأكيد بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس أيده الله لصالح السلم، لصالح الاستقرار، ولصالح التنمية. Bueno, we finished today. Thank you for the invitation of the party Skital. Invite us for 2 days meeting in Morocco, in Marrakesh. We had our executive committee yesterday, and today we have our annual general assembly. And we touch all different issues that I think are very important for the organization. We have close to 17 resolutions about all the issues, elections in Russia, the war in Ukraine, the war against the terror group Hamas in Gaza, and we have resolutions on elections in Latin America, resolutions on what's happening in Africa, in Asia. So I think we have a great meeting, a great General Assembly, and we thank the people of Morocco for having us here in this beautiful country and in this beautiful city of Marrakesh.